السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله راح نتناول المحاضرة 9 من مادة التقنيات المختبرية المتقدمة للمرحلة الثالثة العملي في قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية المصطفى الجامعة، واليوم إن شاء الله راح نتناول بالمحاضرة الألايزة. مصطلح الألايزة يشير إلى الإنزيم لينكيد إميونو أسي سوربنت أسي. لو إجينا نتعرف على هذا المصطلح أو هذا التيست، is an immunological assay commonly used to measure antibodies, antigen, proteins and glycoproteins in biological samples. يعني هو تحليل أو فحص مناعي يعتمد بشكل عام أو يقيس الأجسام المضادة والمستضدات البروتينات والبروتينات السكرية في جميع العينات الحيوية. بعض الأمثلة التي يستعمل فيها الألايزة diagnosis of HIV infection الإصابة بفيروس العوز المناعي، pregnancy خلال فترة الحمل، measurement of cytokine or soluble receptors in cells supernatant or serum، يعني يقيس السيتوكاينينات أو المستقبلات السائلة الموجودة في عصير الخلايا بالإضافة إلى المصول. ELISA assay are generally carried out in 19-6 well plates allowing multiple samples to be measured in single experiment. يعني شنو؟ يعني انه هناك اطباق خاصة باجراء تحليلات الألايزة. هذه الاطباق على الغالب تستعمل تكون حاوية على 96 حفرة ويسموها 96 well plates. هذه 96 حفرة تسمح لي انه اجري العديد من التحليلات او اجراء تحليل للعديد من النماذج بنفس الوقت، وبهذه الطريقة أنا ممكن أختصر الوقت. طبعا مثل ما قلنا إحنا إنه هي ممكن تقيس لي الأنتيبودي أو الأنتيجين أو تقيس لي البروتينات أو البروتينات السكرية. إذن الكتات أو العدد الخاصة بإجراء تحليلات الألايزة راح تكون مختلفة، يعني ممكن إنه العدة تشخص لي الفيروس كأنتيجين، أو ممكن بالعكس تحدد لي الأنتيبودي الاستجابة المناعية بالتالي راح تحدد الأنتيبودي، أو ممكن تحدد لي بروتين معين موجود بالسيرم، أو ممكن يكون بروتين سكري موجود بالسيرم. Types of ELISA test. طبعا أكو أكثر من طريقة ممكن أستعملها بالألايزا تيست، طبعا بالإضافة إلى تنوع الكتات أو العدد الخاصة بتشخيص الألايزا، أيضا أكو أكثر من طريقة ممكن أستعملها بالألايزا، هذه راح تعتمد على نوع الكت. الطريقة الأولى هي الدايركت ألايزا، الألايزا المباشرة. بهذه الطريقة شنو اللي حيصير؟ أني أخذ البليتة اللي هي 96 well 96 حفرة، أبدي أثبت عليها ناون أنتيجين، أثبت عليها الأنتيجين اللي أني دا أشتغل عليه، أني أريد أكشف عنه هو موجود بهذا السيرم أو لا، ثبتته على البليتة. بعدها راح أضيف ناون أنتيبودي أجسام مضادة تكون حاوية على مادة معلمة، مادة معروفة، والأجسام المضادة تكون معروفة. هاي مين أحصل عليها؟ هاي تكون موجودة بالكيت أو بالسيت اللي دا استعمله بالتحليل. هنا إذا كان السيرم حاوي على المستضدات أثبتها على بليته، بعدها أغسلها، أجي أضيف الأنتيبودي. إذا كان موجود بالفعل الأنتيجين ثبت على البليته، راح تجي الأجسام المضادة الحاوية على مادة معلمة نام ترتبط بالأنتيجين. بعد عملية الغسل وتقييس الناتج باستعمال جهاز الكولورمتريك راح تظهر عندي نتيجة أو تظهر عندي قراءة بأودي معين. هذا الأودي يعتمد على السيت نفسه،
هذه الطريقة هي الطريقة الأولى أو طريقة التشخيص الأولى باستعمال الألايزا، واللي هي راح تكون دايركت ألايزا. هنا ما راح أحتاج إلى سيكندري أنتيبودي، يعني أجسام مضادة نوع واحد فقط. الطريقة الثانية هي الإندايركت ألايزا. بهذه الطريقة راح أستعمل نوعين من الأنتيبودي. النوع الأول هو اللي حيرتبط بالأنتيجين واللي مثبت على سطح البليتة، والثاني هو النوع اللي حيكون ماركت، يعني راح يكون معلم وإلا القابلية على الاتحاد بالمادة اللي راح تنطيني تغير لوني في حال كان مرتبط بالأنتيبودي الأول. يعني أنا إجيت اليوم دا أشتغل التيست، ثبتت السيرم بغض النظر عن إذا كان الأنتيجين موجود أو لا، ثبتت السيرم على المايكرو تايتر بليت أم 96 حفرة، غسلت بعدين ضفت الفيرست أنتيبودي، غسل حضنت سويت فترة إنكوبيشن، بعدين غسلت رجعت ضفت السكندري أنتيبودي، أيضا سويت فترة إنكوبيشن، بعدين غسلت ضفت المادة الملونة الكولوميتريك. هذه المادة بعدها اجيت قيست، اذا كان موجود الانتيجين راح يجي يرتبط به الاول انتيبودي وثاني انتيبودي، ويرتبط بالمادة السبستريت مادة التفاعل، حينطيني لون، حينطيني اختلاف او قياس ويف لينث طول موجي يختلف عن في حال كانت النتيجة سالبة. هذا الفيجر حيوضح لي التيست. راح نشوف الكرة الزرقاء اللي بحافة الصورة من الجهة اليسرى تمثل لي الانتيجين اللي ثبت او صار immobilized على سطح البليتة. بعدها راح نشوف الانتيبودي الاول اللي لونه يكون ازرق بلو، هذا اللي ثبت بسطح الانتيجين، من ثم الانتيبودي الثاني اللي لونه اورنج برتقالي، وبعدها راح تضاف السبستريت اللي راح يكون لونها اخضر واللي يشير الى مادة التفاعل في حال ارتبطوا الانتيبودي الاول والانتيبودي الثاني. ساندويتش ألايزا بهذه الطريقة راح تختلف بالدايركت واندايركت. اللي راح يثبت على سطح البليتة هو الانتيجين، هنا بالعكس راح نثبت ناون انتيبودي، جسم مضاد معروف. يعني أنا اليوم مثلا دا أشخص فيروس الهيباتيتس نوع أي، فأجي أثبت أنتيبودي خاص بتشخيص أو خاص بالهيباتيتس نوع أي على سطح البليتة، أسوي له أزوربشن إدمصاص، بعدين أجي أضيف السيرم اللي للبيشنت أو السيرم أو السامبل اللي دا أشتغل عليه، أضيفه للبليتة، أغسل بعدها أضيف السكندري أنتيبودي. هذا راح يكون حاوي على الإنزيم، الأنتيبودي الثاني راح يكون حاوي على الإنزيم اللي حيرتبط بالسبستريت. بعد ما أضفته في حال كانت أكو إصابة أو كان بالسيرم بالفعل موجود الهيباتيتس أي أنتيجين، راح يرتبط بالفيرست أنتيبودي، يجي السكند انتيبودي يرتبط بالانتيجين، وراح يرتبط به السبستريت اللي حينطيني كلر، مادة اللي حتنطيني تفاعل انزيم وتنطيني لون. هنا راح يكون الانتيجين بالوسط، حافة راح تكون حاوية على الانتيبودي المعلوم، والحافة الثانية راح تكون حاوية على الانتيبودي المعلم بالانزيم. الطريقة الثالثة هي أو عفوا الرابعة راح تكون الكمبيتيتيف ألايزا. بهذه الطريقة راح نستعمل أنتيجين راح يكون كومبيت، يتنافس ويا الأوريجينال أنتيجين. يعني شنو؟ يعني راح يكون عندي اثنين أنتيبودي، واحد يكون نيكيد فقط أنتيبودي، والثاني راح يكون حاوي على الإنزيم،
وراح يكون عندي 2 انتيجين، واحد ناون والثاني اللي راح يكون بالسامبل اكشف عنه. شلون ممكن تتم هذه الطريقة؟ الطريقة انه اني اول شيء اسوي انكوبيشن، احضن الفيرست انتيبودي، الانتيبودي الاجسام المضادة الموجودة بصيغتها العادية واللي راح تجيني بالسيت او بالكيت اللي دا اشتغل عليه، احضنها ويا السيرم. اذا كان السيرم حاوي على الانتيجين راح يرتبط بالاجسام المضادة مالكيت، اذا كان السيرم غير حاوي على الأجسام المضادة أو المستضدات ما راح يرتبط بالكيت، إذا كان حاوي على المستضدات راح يرتبط بالأجسام المضادة الموجودة واللي ضفتها من الكيت، إذا ما كان حاوي ما راح يرتبط. أجي أنتقل للخطوة الثانية، بالخطوة الثانية أضيف هذا السيرم أو هذا السسبنشن اللي هو عبارة عن السيرم مع الفيرست انتيبودي، اضيفها للمايكرو تايتر بليت، اطباق المعايره اللي دا اشتغل عليها. هاي اطباق المعايره شنو اللي بيها؟ اللي بيها انتيجين ناون، جسم مستضد معلوم مثبت على سطح الاطباق، يعني هنا راح يكون اكو مستضد انتيجين معلوم وهو نفسه اللي يكون مرتبط بالانتيبودي، هو نفسه اللي انا دا اكشف عنه، يرتبط بالمايكرو او يربط بالمايكرو تايتر بليت سطح الطبق اللي دا اشتغل عليه، ومن ثم اضيف السيرم. طبعا احنا بالخطوة الاولى اكيد راح يكون هناك وافر من الانتيبودي، يعني كمية كبيرة من الانتيبودي، نصها ارتبط بالانتيجين والنص الثاني ما ارتبط. من ضفت السيرم او العالق او المزيج الميكس اللي اني حضنته سويت انكوبيشن وضفته، اذا كان اكو انتيجين فاكيد باقي اجسام مضادة قليلة راح تجي ترتبط بالانتيجين المثبت على السطح، اذا ما كان اكو انتيجين فراح تكون كمية الاجسام المضادة اللي نسيت كميات كبيرة جدا، بالتالي راح ترتبط تقريبا كلها على السطح الانتيجينات اللي موجودة بالبليت. بعدين الخطوة اللي بعدها أضيف السكند أنتيبودي، الأجسام المضادة الثانية، ورا كل مرحلة من هذه المراحل راح تكون أكو عملية غسل. فأني بعد ما ضفت هذا المحلول أو العالق اللي يتكون من المصل اللي أني دا أكشف على المستضدات بي ويا الأجسام المضادة، ضفته للبليتة الحاوية على الأنتيجينات، حضنت ومن ثم غسلت. بعدها اضيف السكند انتيبودي اللي يكون حاوي على الانزيم. هنا اذا كانت اكو اجسام مضادة كميات قليلة او كميات كبيرة واتحدت ويا الانتيجين، راح يجي السكند انتيبودي يرتبط مع الفيرست انتيبودي، وبعدين اضيف السبستريت راح ينطيني لون تفاعلي. هذا اذا كان السيرم. طبعا هنا راح تكون العملية ريفرس عكسية، يعني شنو؟ يعني كل ما زاد الانتيجين بالسيرم كل ما قل اللون الظاهر إلي. لو ناخذ مثال عليها، فرضا انه انا اليوم دا اكشف عن الـ HIV، من اجي اخذ السيرم وارد اشتغله بطريقة الكومبيتيتيف، جبت كيت خاص بالكشف عن الـ HIV، ايش راح يكون حاوي الكيت؟ راح يكون الكيت حاوي على مايكرو تايتر بليت مثبت على سطحها انتيجين HIV، وراح يجيني فيرست انتيبودي ضد ال HIV وسكند انتيبودي ضد ال HIV. السكند انتيبودي راح يكون حاوي على الانزيم بالاضافه الى السبستريت. جيت اخذت السيرم للشخص اللي انا شاكه فيه عنده إصابة بالـ HIV، حضنته ويا الـ First Antibody، خليته فترة Incubation فرضاً 15 دقيقة، جيت بعدين ضفته للمايكرو تايتر بليت. هاي المايكرو تايتر بليت هي أصلاً جايتني مثبت عليها أنتيجين، ضفته. إذا كان السيرم بالفعل HIV فارتبطت تقريباً نص الأجسام المضادة واللي باقي كمية قليلة، راح تجي ترتبط بالبليتة. اذا كانت الكمية
تقريبا قليلة أو معدومة، فاللي باقي كمية كبيرة جدا من الأجسام المضادة راح ترتبط بالمايكرو تايتر بليت كميات أكبر. بعدها أسوي ووشنج، أتخلص من السيرام وأتخلص من الكومبلكس اللي صار بين الأنتيجين موجود بالسيرام والأنتيبادي الموجود بالكيت واللي ضفته. بعد عملية الغسل أضيف السكند أنتيبادي واللي يكون لينكد وذ إنزيم، مرتبط بإنزيم. كل ما قل عدد الأجسام المضادة، كل ما كان اللون أو الجسم المضاد الثاني المرتبط أقل. كل ما زادت عدد الأجسام المضادة، كل ما زاد اللون أو الإنزيم اللي راح يرتبط واللي يكون موجود بالجسم أو بالأجسام المضادة الثانية. هنا بعدها راح أضيف مادة السبستريت أو مادة التفاعل اللي راح تنطيني تغير لوني. هنا راح مثل ما قلنا تعتمد على العدد، فمثلا إنه هذا الشخص عنده إصابة شديدة، إذا أجسام مستضدة راح تكون كميات كبيرة جدا بالسيرم، بالتالي راح ترتبط. فمن يجي أني من أجل يوم أقيسها بالكمبيتيتيف إلايزا راح تكون الكميات جدا ضئيلة، والتغير اللوني تقريبا ضعيف جدا أو منعدم. والعكس صحيح، كل ما قلت النسبة كل ما زاد التغير اللوني. طبعا هذا الفيجر راح يوضح لي الكمبيتيتيف ألايزا وطرق الارتباط. الكرة الأورنج تشير إلى الانهبيتر انتجين أو الإنزيم اللي راح يتنافس ويا الإنزيم، عفوا الأنتيجين اللي راح يتنافس ويا الأنتيجين الموجود بالسيرم، بينما البلو بول أو الكرة الزرقاء راح تشير إلى الأنتيجين اللي موجود بالسيرم. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم عن الألايزا، أتمنى تكونون استفاديتوا منها، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية بالأسبوع القادم. شكرا لإصغائكم.